السلام عليكم الدراري، معكم ايوب خلفاوي من لاشين كوتش ايوب فيت. ان شاء الله دابا غادي نجاوب على بعض الاسئله اللي جاوني في اليوتيوب وغنجاوب عليهم ان شاء الله. خليكم معايا. نبداو على بركه الله. السؤال الاول اللي هو: سلام خويا، كنحس بلي كتاف عندي ناقصين، بغيت نوقفهم وبون كوباج. من عند ايوب هذا السؤال. هذا خوتي باش العضله ديالك تكبر، الكتف ديالك يكبر وتحس به باللي تغير، راه ماشي خاصك تلعبو مثلا جوج المرات ولا ثلاثه المرات، ولا راه خاصك التكنيك، خاصك فاش تكون كتلعب خاصك الماسل كونيكشن، يعني نتايا العقل ديالك مع الكتف، حيت بالاخص خاصه عندك الكتف واللي مولي عضلات عنيده كيبغيو التركيز ماشي التقل. يعني فاش تكون كتلعب خاصك تلعب بوزن معقول وتركز في مع الكتف ديالك باللي كتحس به كيتخدم، ماشي هي مع داك لاباغ ولا داك لي زالتيغ كيتحركوا. ندوزو للسؤال الثاني من عند امين. السلام خويا ايوب، تبارك الله عليك. السؤال ديالي هو: واش الماكله كتعبر قبل ولا بعد لونطريمون؟ هذا السؤال عجبني، راه هاد السؤال الاسئله هادو كنقراهم دابا قسما بالله ما قيتهم قبل. الماكله كتعبر قبل من الطياب، كيف ما كانت النوع ديالها، حيت انت فاش كطيبها انت كتزيد عليها مثلا الماء، شحال الماء، يعني هي في تاريخ داك الماء كيتمتص، وداك الوزن فاش كيتزاد الوزن راه ماشي كتزاد النسبه المواد الغذائيه، يعني لي بروتين ولي كاربو ولي ليبيد، راه كيتزاد غير الماء، يعني انت كتوصل الماكله ديالك قبل من ما تطيبها ماشي بعد ما تطيبها. الماكله كتعبر قبل ما تطيبها ماشي بعد ما تطيبها، باش كتعرف شحال دخلتي ديال لي بروتين ولي كاربو ولي ليبيد. اما الا طيبتيها راه ما تعرفش ديك الساعه، مثلا 100 غرام ديال الرز، 100 غرام ديال الرز مثلا فيها 74 غرام ديال الكربوهيدرات، فاش كطيب 100 غرام ديال الرز كتولي 250 غرام، يعني سكيفي راه ماشي داك 250 غرام غتولي هي 74 غرام 74 غرام و 32 غرام، لا هذيك 100 غرام قبل ما طيب وتزاد الوزن ديالها ولا 250 غرام، راه ماشي كليتي 250 غرام ديال الرز يعني اللي كاين في الماكروز، راك غير زدتي عمرتيها بالماء وصافي، حيتاش كطيب كتمتص داك الماء باش كتكبر باش كتطيب. ندوزو السؤال اللي من بعدو اللي هو: خويا ايوب تبارك الله عليك، بغيت نسولك على لا ماس تكون كلين كلين ماس الماسيب، لا ما لقى مشكل في الدهون من بعد، باش تنصحني الى بغيت لا ماس تكون كلين ماس الماسيب، لا ما لقى مشكل في الدهون ما بعد، باش تنصحني. احسن حاجه اخويا غدير، اخويا رشيد الدحماني، احسن حاجه غدير هي كتكون كتحسب كل شيء ديالك، الماكله كتكون كلها في الكوزينه ديال الدار، ما كتكونش في الزنقه، يعني هاد لاماس هادي راه الا قديت زعما تمشي فيها وتبقى قادر تكمل في داك النظام، حيت الكلين ماس كتبغي النظام الغذائي، كتبغي النظام ماشي بحال لاماس عاديه اللي هي البولكين كتبغي تاكل اي حاجه. وكنصحك بالكلين ماس حيت ديما غتكون الجسم ديالك زوين، ديما نظره فيه زوينه، ديما مطراسي، ديما فين. اما بالنسبه للاماس الاخرى ما بقاوش اصلا الابطال كيديروها. شنو هو الانترميتن فاستينغ؟ هذا من عند كريم. واش مزيان الانترميتن فاستينغ؟ الانترميتن فاستينغ هو صيام متقطع، ديجا هضرت عليه، باش تفقد اكبر نسبه من الوزن والدهون. خليل مزقوري: السلام خويا ايوب، انا خالد مزقوري، شحال تخصني ندير من المجموعه في الحصه ديالي؟ مثلا عندي الصدر والترايسيب، شحال من مجموعه عندي فيهم؟ كيف ما كيقول لك عندك عضله كبيره، انت مبتدئ، عضله كبيره مثلا الصدر الظهر الرجلين، هادو خاصك ما تفوتش فيهم 120 سيخي 20 سيخي، يعني كتجيك واحد 4 ديال التمارين. الا كنتي على حساب مثلا درتي 4 التمارين غدير 5 5 5 5 هي 20 صافي، وتالي الصدر عندك عضلات صغار كدير فيهم 12 سيخي، يعني 12 هي 4 4 4 او لا 5 5 على حساب انت تقسمها. المهم هذا هو 20 سيري، 20 مجموعه العضلات الكبار للناس المبتدئين، و 12 المجموعه العضلات الصغار.
خويا انا عندي مروان ديكا فيتنس، خويا انا عندي 16 عام، واش تريني واش نتريني رجلين؟ الا تريت رجلين غادي ياثر على الطول، لا بالعكس، الا تريت رجلين غيزيد في تخليق الكالسيوم في العظام ديالك. باش تعرفوا هاد القضيه هادي، يعني تريت رجلين وانت مازال صغير راه مزيان، وغيكون عندك واحد لاباز قويه باش توقف وتثابت، وغتزيد في الطول ماشي غتقصر في الطول. هادي غير من الاساطير والخرافات. غير هو فاش كنت تلعب رجلين لعب بالوزن عادي، ما تلعبش بوزن كبير، حيت انت مازال في 16 عام، مازال الجسم ديالك كيكبر. مصطفى فيت دزاير، يا خويا عندي بروبليم في لا جينيتيك ديالي، ما حابش الجسم كامل يطلع. خويا انا نهضر على لا جينيتيك ان شاء الله في الفيديو ان شاء الله الجاي. لا جينيتيك عمرها ما كانت واحد الحال اللي الجسم ديالك الا ما طلعش راه كيكون يا اما سوء في التغذيه، يا اما سوء في التمرين، في نظام التمرين، يا اما سوء في النوم. يعني هاد ثلاث الحوايج هما، اما ما كاينش لا جينيتيك. لا جينيتيك ما كتطبقش على الدات ديالنا كامله، الدات لا جينيتيك كتطبق على دي بلايص دي ميسكل محددين. وتحيه الناس ديال الجزائر من لهنايا. عبد، سؤال من عند عبد الله، احسن حاجه تاكل مولاصل؟ احسن حاجه تاكل مولاصل هي اي حاجه فيها لي بروتيين، ما كاينش عندك مكمله، تاخذ بيض البيض بلا صفر باش يكون سريع الامتصاص. بون الدراري، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ولا عجبكم. الا بغيتوا نبقى ندير لكم الكاستيون اند انسور ان شاء الله، انا نحط لكم الفيسبوك ديالي، غتدخلوا الفيسبوك ديالي غتلقاو اي تصويره في فيسبوك ديالي، تكومونطيو عليها السؤال ديالكم وغنبقى نجاوبكم عليها. تهلاو ديروا في راسكم، ما تنساوش ابوني، ما تنساوش سبسكرايب لايك، وخليو كومونتير كيف ما كان. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.